أنا عايز أقول السرقات وصلت إلى مقابر الغفير. يعني في عناصر معمارية خشبية في الجبانات، عناصر خاصة كده ما لا توجد إلا في مصر طبعًا. اتشالت. في مقبرة اسمها مقبرة المورالي، أي واحد راكب بالعربية ورايح الأوتوستراد من الأزهر بيمر بيها. كان فيها مظلة يعني تفصيلة خشبية مرسومة من القرن 19 دي اتسرقت اتشالت. عايز أقول عايز إن اللي بيحصل ده مش منفصل عن تدمير المتحف العراقي وسرقته، ايوه، مش منفصل عن تدمير حلب المسجد الاموي في حلب دمر في الحرب الاهليه اللي موجوده دمرتها العصابات المتشدده، مش منفصل عن اللي عملوه طالبان في تمثالي بوذا في باميان. الفكره ايه؟ انك تدمر الركائز الثقافيه اللي موجوده شعب بلا ذاكره، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في دوله عندها فلوس، وهقول لك بصراحه، قطر بتبني اكبر متحف فني اسلامي. قطر هتجيب منين قطع لاكبر متحف فني اسلامي في العالم؟ بتشتري تاريخ. فقدامها مصر المستباحه. انا بطالب المخابرات العامه، انا ماليش، انا دلوقتي الجهه الوحيده اللي اقدر اثق فيها المخابرات العامه اللي هي بتحمي مصر على المستوى القومي، ان تحمي الذاكره المصريه، لان ده جزء من الامن القومي على مدى التاريخ. يا رب يكون حد سمعنا. ارجو هذا.